wanna keep you drunk, wanna keep you drunk, babe. Wanna keep you drunk, wanna keep you deep, to keep you deep, to keep you deep, to keep you deep. Wanna keep you deep, to keep you deep. Your bodies, baby, make them bodies we just use for fun. Baby, make them bodies we just use for fun. Baby, make them bodies we just, baby, make them bodies we just, baby, make them bodies we just. Let's go. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة خليها أسهل مع خديجة ونوار. اليوم غادي نحضروا طورطة بالفراولة وكريم باتيسري. في المقادير كنحتاجو جوج ديال البيضات، كاس ديال السكر، خلطوهم مع بعض، نضيف عليهم كاس ديال الحليب، من بعد غنضيف عليهم نص كاس ديال الزيت، غادي نبدا نضيف الدقيق تدريجيا، دقيق حسب الخليط. العجينة ما تكونش ثقيلة وما تكونش خفيفة بزاف. واحد شويه ديال الدقيق، نضيف عليهم جوج ديال الخماعات، غادي ندهن المول ونفرغ فيه الخليط. بعد ما دهنت المول ديالي بالزبده ورشيته بالدقيق غنفرغ فيه الخليط. ودابا غادي ندخل الفران طيب ونرجع نكمل. في الكريمه ديالنا كنحتاجو سنتر ديال الحليب، 3 المعالق ونص او 4 ديال كريم باتيسري. اللي ما كيعرفش كريم باتيسري هادي كرطونه ديالو صفراء. وغادي نحتاجو 3 المعالق ديال السكر او اللي حسب الذوق. نخلط الكل وغادي نديرو على عافيه مهيله وغنستمر في التحريك. غنستمر في التحريك. الكريم باتيسري كتبغي التحريك العافيه كاملين. كنخلي الكريمه ديالنا
ضروري من تحت حيت الا ما حضرتيش ملي كتختار لنا الكريم ديالنا وكتبان لنا راه عقدات بعد ما اختارت غادي نطفيو على البوطه ونخليوه حتى تبرد نخليوه تبرد واحد شويه هاد غنفرغوها على الكيكه ديالنا اللي طابت من قبل ان راه تقبت الكيكه بالفرشيط عاد تفرغ سوا منا كريم باتيسري ديالي وغادي ندخلها للفريكو حتى تجمد شد فراسها على ما صايبتش الطبقه الاخرى وغادي ندوز للطبقه الاخيره كنحتاجو كاسونس ديال الماء غادي نزيد عليه فلون ديال الفريز جوج معالق اولا ثلاثه ديال السكر حسب الذوق وغنخلط الكل الطياب ديالو بحال ديال الفلون العادي من بعد غنمشي انا هنا غادي نقطع الفريز شرائح وغادي نسد فوق الطبقه ديال الكريم باتيسري وهنا ملي سدت الفريز ديالي غادي نخوي عليه الخليط ديال الفلون اللي درت وغادي ندخلها للثلاجه حتى تبرد وهذا هو الشكل النهائي ديال الطورطه ديال الفراوله ديالنا كتجي بنينه بزاف وبالصحه والراحه